في حاجة كده بقت مزاج عند ناس كتير، خصوصا الناس الأكيلة أو اللي بتحب الأكل. يعني بعد ما بتخلص يومك كده وبترجع بيتك وتمدد على السرير، ممكن تمسك التليفون وتقعد تقلب في الفيديوهات السريعة اللي هي الريلز يعني، وبيطلع في وشك على طول ريفيوهات الأكل والمطاعم والناس اللي بتدي ريفيوهات على المطاعم اللي بقت منتشرة جدا على السوشيال ميديا. يا ترى طريقة عمل الأكل الفلانية بيبقى إيه، والبلد الفلانية إيه أهم الأكلات عندها، وريفيو من النجم الفلاني عن المطعم الفلاني. وطبعا لأن الموضوع بيزنس أكيد مفيش بلوجر بيروح يقول على مطعم إنه وحش أو أكله مش أحسن حاجة، لا ده بيصور لك الأكل على إنه أحسن حاجة في الدنيا. طبعا الكلمة الشهيرة عندهم اللي هو جوسي من جوه وكريسبي من بره، وبقت في موجود عند كل البلوجرز دلوقتي. الخطير بقى في الموضوع إن حضرتك بكل بساطة ممكن تكون لسه واكل وشبعان، بس ريقك بيجري على طول وتقول أنا عايز أكل أي حاجة، وده طبعا ليه تأثير نفسي وبدني وعقلي خطير جدا. عايزين نفهم إيه موضوع إدمان الأكل أو إدمان مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالأكل والطبخ. معانا الدكتور أمجد جبر، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر. دكتور أمجد برحب بحضرتك معانا، وهل فعلا في ادمان لموضوع فيديوهات الاكل؟ طبعا يعني الناس بتحب تتفرج على الفيديوهات دي كتير زي ما حضرتك قلت كده. كان هو الموضوع بيبتدي الاول بشكل من المشاهده او المتابعه، وبعد شويه الموضوع بيزيد ويوصل لمرحله التعود او الادمان. طيب ايه العوامل، ايه اللي بيخلي الانسان يروح على فيديوهات زي فيديوهات الاكل؟ هل هو مثلا ده حد بيكون اكيل يعني حابب الاكل، ولا هو بيبقى مستهدف ان الجمهور يشوف الفيديوهات دي؟ والله هو زي ما حضرتك قلت كده الموضوع يمكن السبب بيكون وراء ارتباط المشاهده دي في الفيديوهات هو متعلق شويه بالكيمياء اللي بتحصل جوه المخ. يعني زي ما حضرتك عارف مثلا اللي بيحصل في موضوع الاكل، ان الانسان لما بيشوف اكل او بيشاهد اكل مثلا شاهي بالنسبه له او الوانه جذابه او اي حاجه زي ما حضرتك قلت ريقه بيجري، لان المخ بيبتدي الاشارات اللي وصلته من العين او عن طريق التذوق بتبتدي تخلي المخ يفرز الكيمياء الخاصه بعمليه الهضم او التمثيل الغذائي، وبتحصل عمليه الطعام يعني او الاستفاده من مكونات الطعام. يمكن بقى في موضوع المشاهدات بتاع الاكل والطهي والحاجات دي الموضوع بيكون له اسباب كثيره. مثلا اول سبب زي ما حضرتك قلت مثلا ان حد عاوز يتعلم طريقه اكله، تمام؟ بالظبط. فهو يوفر له طريقه التعليم من غير ما يبذل مجهود، وهيكون سهل كمان عليه انه يختار الاكل او الصنف اللي هو عاوز يجهزه، وهيطبخ ايه النهارده، فيريح دماغه، هيروح يتابع البلوجر او الريفيو اللي جاي زي ما حضرتك قلت بتاع مطعم بتاع اي اكله، فضامن ان هو هيتعلم مهاره وحاجه الموضوع هيبقى مضمون بالنسبه له، وهيحسن مزاجه، وفي الاخر هيشغل باله، ممكن يبقى عنده وقت فراغ او قاعد بيفكر في حاجه او حاسس بنوع من انواع التشتت في الانتباه، فيبتدي يدور على الموضوع كنوع من الاستكشاف. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما هو بيشوف الحاجات دي في مستوى المخ؟ طبعا احنا الاكل بالنسبه لنا نوع من المتعه، فده بيحفز الاماكن بتاعه الدماغ اللي مسؤوله عن المراكز اللي موجوده في الدماغ. طيب حتى لو كنت شبعان زي ما حضرتك قلت، طيب لو انا جعان بقى انا احس براحه اكتر، لان خلاص بيحس ان في اكل هيتوفر قدامي او في هحس يعني باشباع الاحتياجات بتاعتي. هنا في الوقت ده المفروض ان بينشط في المخ اماكن ثانيه مسؤوله عن ضبط النفس او السلوك بتاع البني ادم. في بعض الناس بقى الموضوع عندهم ده بيكون بيتم بشكل كويس، ان هم عندهم قشره المخ قايمه بوظيفتها وبتقدر تضبط السلوك والاندفاعات بتاعتهم، وفي ناس بقى عندها السيطرة على الاندفاعات بتاعتها أو السلوكيات بيكون مش بالشكل الكامل، ده اللي هو بيبتدي بقى يفقد السيطرة على حاجة زي كده ويبقى عنده الانشغال، فيتحول الموضوع من مجرد مشاهدة أو استمتاع بالمشاهدة إلى إدمان. وطبعا يلاقي نفسه يفاجئ إن هو في سمنة حصلت. ما هو بالظبط بقى رقم واحد. الموضوع في ناس بتلجأ له بطريقتين، يعني في ناس بتحب تتفرج على الحاجات دي علشان هو هيجهز اكل بس مش شرط يقدمه لنفسه، يعني ممكن يستخدمه في نوع من انواع التواصل الاجتماعي، في عزومه، انه حالته المزاجيه، انه يبتدي يتكلم عن حاجه قدام الناس، انه يبتدي يبقى حاسس انه عمل حاجه كويسه، شاف طريقه عملها ازاي فثقت في نفسه تبتدي تزيد. ففي ناس بتعمل الحاجات دي علشان تقلل نشاطها في الاكل، يعني مش لازم ان هو ياكل الحاجه اللي بيطبخها او بيجهزها.
وفي ناس بقى لا هي هتروح ورا الاكل وتفرط في الاكل فتقع في موضوع السمنه، تقع في موضوع الانشغال والعطله. هو اللي بيحصل في الادمان ايه عاده؟ لا، واحنا داخلين، احنا داخلين على الشتاء كمان دكتور امجد، احنا داخلين على الشتاء واحنا عارفين فصل الشتاء بيبقى عامل ازاي. طبعا الشتاء يعني الخميس والمنى بالظبط يعني بتتكلم موضوع حساس هيبقى كده، هيبقى الموضوع كومبو كده زي ما بيقولوا. طب نقدر نتعامل يعني اللي عنده المشكله دي يعمل ايه؟ احنا دايما بننصح الحاجات دي انها يعني خليك تراقب نفسك، لو لقيت نفسك بدات تنشغل زياده بالموضوع لازم تعمل انك تحاول توقف او تقلل الموضوع. بالظبط. يعني مثلا اللي بيستخدم المشاهدات على التليفون اقول له يعني قلل عدد ساعاتك على التليفون. قلل التواصل بتاعك بالسوشيال ميديا، اشغل نفسك بحاجات تانية في الاوقات اللي انت كنت متعود تشوف فيها الحاجات دي. ما تعملش نفسك مكافاه، يعني ما تجيش تتفرج على حاجه وتقوم تعمل وتاكل فتحس ان انت خدت مكافاه، انت كده بتعزز السلوك. بالظبط. يعني هو محتاج شويه ملاحظه ومتابعه الموضوع دي كمان. ساعات هو الموضوع بيبقى فيه جزء شويه من المشاركه، يعني الناس بتتفرج على حاجه وتبتدي تحكي انا عملت كذا وعملت وما عملتوش، فيبقى عامل زي مشكله المخدرات ان في نوع من النمذجه او حاجه المشاركه الجماعيه اللي بتحصل للموضوع. فالمفروض ان الحاجات دي الشخص بيبقى واخد باله من الاول، الحاجه اللي انا بعملها دي اثرها ايجابي معايا ولا بدا يستهلك وقته ويعمل لي نوع من انواع الانشغال او الضغط النفسي. يعني في ناس بتقول لك انا بصحى بالليل ببص التليفون او عشان اشوف فيديو او عشان اشوف اعمل اي حاجه. توصل لدرجه ان هو يصحى من النوم يتفرج على فيديو اكل؟ بالظبط كده، بيشوف ده يقول لك انا النوم بتاعي بدا يبقى متقطع وعندي مشاكل في النوم نتيجه ان انا بصحى بالليل اشوف متابع في حد عمل حاجه نفس يعني. طب هنقدر نصنف اللي بيعاني من المشكله دي شرايح؟ هل في الستات اكتر ولا الرجاله في السن الصغير ولا في اطفال ولا؟ والله يمكن شغال الستات اكتر، لان هم الستات دايما بيروحوا لحته الطهي دي عشان يحسنوا الحاله النفسيه بتاعتهم، او ان هم يبتدوا يبقى مع هم بيعتبروا يعني يسموه فن الطهي. أيوة. عشان كده بيعتبروك حاجه ابداعيه. او يبقوا مبسوطين شويه بان هم بالحاجات اللي بيعملوها بيقدموها للبيت او للاسره. يعني الستات بتوع اكتر في الحته دي شويه. الرجاله لا، الرجاله يعني في ناس طبعا يعني في، بس طبعا النسبه اكتر. تمام. بالنسبه للفئه العمريه طبعا هي هتلاقيها في الفئه العمريه اللي هي المتوسطه او الناس اللي هم في يعني في مرحله الانجاب او الناس اللي هم المريض اكتر، الموضوع بيبقى مرتبط معاهم اكتر. لكن عاده الرجاله ما بتميلش في حته ان هي المشاهدات بتاعت الطهي او الاستعداد. ليه؟ هو ما عندوش الصبر، يعني الطهي دايما بحاجه محتاجه صبر ومحتاجه تركيز ومحتاجه يقظه ومحتاجه مهارات كتير، انك تبقى حتى الحواس بتاعتك تبقى محتاجه ادراكات اعلى شويه. التذوق الشم، المتابعه بالعين للحاجه، فالحاجات دي كلها الستات بتبقى مهتمه بحته الادراكات الحسيه دي اكتر شويه. هو اغرب حاجه حضرتك قلتها دكتور امجد ان الواحد ممكن يصحى من النوم، الناس اللي عندها المشكله دي يصحى من النوم عشان يشوف ريفيوهات اكل وياكل. ده كارثه. ده بيسموها مات ايتنج اوردر، في ناس بتصحى بالليل علشان تاكل. فلو الموضوع كمان ده ارتبط معاه بحاجه زي كده هو دوره حياته بتتلخبط خالص. بقول لك انا بصحى بالليل عشان اكل بس، او النوم بتاعي بقيت بصحى بالليل عندي فرط شهيه. نايت ايتنج ديزوردر. دكتور امجد جابر، استاذ مساعد الطب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر، انا بشكر حضرتك جدا، ويا ريت بقى يعني ده يبقى جرس انذار ناخد بالنا من موضوع الاكل. يعني الاكل بالليل اصلا مشكله، فالاكل وسط النوم مشكله اكبر، فكونك تقوم من النوم علشان تتفرج على فيديوهات اكل وتاكل دي مشكله اكبر واكبر واكبر.